بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعز الشهداء المظلومين المغدورين. لذلك نحن أسسنا الإمام موسى الصدر مقاومة للدفاع عن لبنان ليس عن الجنوب، لأن الشهداء الذين سقطوا في وجه إسرائيل هم من كل المناطق اللبنانية. القوى الأمنية أن تقتص من القتلة، وإلا لنا كلام آخر. نحن لسنا بضعفاء، نحن أقوياء، ولكننا أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام. عندك يا عبد الرزاق تجريها لو الروح، فانزل لأرض الطف الكهف.